فمن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الإنفاق في سبيل الله، وهي منزلة أغفلها كثير من الدارسين وكثير من العلماء المربين، لأن من مساوئ بعض من تفرغوا لهذا الشأن من أمور التربية أنهم انعزلوا عزلة تامة عن الناس في عبادة الله عز وجل. وكمال العبادة في الأصل إنما هو بمخالطة الناس، فمن يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. ثم إن معرفة الناس وأحوال الناس شرط أساس للعابد السالك إلى الله عز وجل، لأن المسلم إنما يسلك إلى الله بدينه من خلال الناس، أي من خلال الاجتماع البشري. ولذلك كانت الزكاة فريضة في الإسلام ولا معنى لها إن لم يكن المسلم مخالطا للناس، فكيف يخرج زكاة ماله؟ وكيف تكون مصارفه، يعني مصارف الزكاة، إذا لم يكن يعلم الفقراء والمساكين وأبناء السبيل إلى غير ذلك من الأصناف الثمانية؟ فلابد إذن للمسلم من أن يخالط الناس ويعرف الفقراء ويعاشرهم ويعرف المساكين ويساكنهم أيضا. إلا أن منزلة الإنفاق في سبيل الله لا تختص بالزكاة ولا تختص بها الزكاة وحسب، بل الزكاة عنصر من عناصرها، والزكاة ركن من أركان الإسلام وأصل من أصوله التعبدية، وحديث عن المقامات، ليس حديثا عن الأفعال من حيث هي أفعال، ولكنه حديث عن الصفات، أي صفات المسلم. فقد لا يكون قد بلغ ماله مبلغ النصاب فيكون مع ذلك من المنفقين في سبيل الله، لأن الإنفاق صفة للمؤمن الكريم. وقد يكون قد أدى زكاة ماله وهو من الأغنياء، وقد أدى زكاة ماله وتبقى حاجة في الأمة وضرورة من جوع أو مخمصة أو جهاد في سبيل الله أو غير ذلك مما تقوم به ضرورة أمن المسلمين وقيام دينهم، فرغم أنه أخرج الزكاة فإن لم يدفع لسد الحاجات ورفع الخلات فإنه ليس من المنفقين، ولا يكون قد اكتسب صفة المنفقين في سبيل الله. ومنذ القديم أفتى علماء الإسلام، ومنهم علماء المالكية، وأذكر منهم الإمام أبا إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي الأندلسي، الذي أفتى بوجوب ضرب مال على المسلمين لبناء سور غرناطة في الأندلس، حينما كانت غرناطة تهاجم من لدن الإسبان والقوط. فرغم أن الناس قد أدوا زكاتهم إلا أن هذه الزكاة لم تسد الخلة ولم تسد الحاجة، فأجاز للإمام أن يفرض على الناس في أموالهم ما يجاهدون به في سبيل الله. فكان إذن في الحقيقة هذا مقاما من مقامات الإيمان، أن يكون في العبد حب الإنفاق، فهي محبة، حب للإنفاق في سبيل الله. والمنفق في سبيل الله ينفق في السراء والضراء، ينفق على الثغور، ثغور الجهاد، وينفق على المحتاجين ممن يعرف مواقعه، وليس على السعاة المتسولين. فليس معنى هذا أن المؤمن عليه أن يرد هؤلاء، لا، ولكن المؤمن يبحث عن ذوي الحاجات ويطرق أبوابهم بليل ويتصدق عليهم بيمين مستورة لا تدرك الشمال ما فعلت. هؤلاء منفقون في سبيل الله، قلت، وهي منزلة إيمانية، يعني لا يستطيع المؤمن أن يصنع مثل هذا إن لم يكن له وازع إيماني عميق يربطه بالله أولا ويربطه باليوم الآخر. وعلى قدر إيمانك باليوم الآخر على قدر ما يكون إنفاقك في سبيل الله، قليلا أنفقت أو كثيرا سبق درهم ألف درهم. ولذلك نجد في كتاب الله عز وجل آية هي من أرفع الآيات في التعبير على هذا المعنى الذي نقول، أي منزلة، أعني منزلة الإنفاق، من حيث هي منزلة إيمانية مرتبطة بمدى إيمانك بالله وباليوم الآخر. وذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي يوم
لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وجاءت بعد هذه الآية مباشرة آية الكرسي، ولحكمة أن تسبق آية الكرسي بآية الإنفاق، بآية مقام الإنفاق ومنزلة الإنفاق. وسآتي على ذكر ذلك بحول الله من بعد أن أبين ما لهذه الآية من دلالة عجيبة، من دلالة عجيبة على ما نحن فيه من كلام منزلة الإنفاق في سبيل الله. أمر الله عز وجل المؤمنين، كل المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا، ولم يستثني أحدا، كل ما يستطيع أن ينفق وكل من يستطيع أن يعطي شيئا قل أو كثر ولو شق تمرة. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يعطون ما هم عليه قائمون من المال، ما لهم به حاجة وضرورة يعطونه ويتوكلون في ذلك على ربهم الذي خلقهم. حينما يرون المصلحة بالغة والضرورة قائمة، وقد أعطى أبو بكر الصديق كل ماله في سبيل الله، وحينما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك، قال تركت لهم الله ورسوله. وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنصف ماله. لا علاقة لهذا بالزكاة، الزكاة ليست بهذا الفرض وبهذه المقادير، فزكاة المال معروف أنها ربع العشر من المال. فالذي يعطي كل ماله أو نصف ماله أو ربعه أو ما تيسر له على قدر إيمانه بالله واليوم الآخر فهو ذو منزلة إيمانية، وليس مستجيبا لفريضة الزكاة وحسب، بل له منزلة، يعني درجة رفيعة عالية من الإيمان، من الإيمان بالله وبما عند الله يقينا لا تزلزله ولا تزعزعه الشكوك والريب ولا وسوسة الشياطين. أنفقوا مما رزقناكم، فالمال مال الله والبشر مستخلفون فيه. مالك يا عبد الذي بين يديك ليس لك، إنما هو لله لو أبصرت، فهو الذي أغناك ولو شاء لأفقرك، وهو الذي أفقرك ولو شاء لأغناك سبحانه وتعالى. ومن ضعف الإنسان، من ضعفه، أنه يكون لما في يده أكثر اطمئنانا لما في يد الله، وهذا ضعف وجهل بالله، جهل بالله. ولذلك جاءت آية الكرسي بعد تعرف المسلمين بالله، لأن من عرف الله لم يخش إقلالا ولا فقرا، فصار من المنفقين، من المعطين لله ولرسوله. أنفقوا مما رزقناكم، مما رزقناكم، فإنما هو رزق الله يسوقه إليك، ورزق الله عز وجل لا ينفد، ما كيساليش، ما كينتهيش، بل هو ممتد، ممتد بإطلاق، لا تحده حدود ولا تحصيه أعداد. فنعمه سبحانه وتعالى وكنوزه عز وجل لا يعلمها إلا هو، لا يحصيها إحصاء ولا يجمعها عد. وجعل الأمر بالإنفاق مرتبطا بإيمان الناس، بل بمدى إيمانك أنت بهذا اليوم أو بذلك اليوم، اليتيم الذي لا مثيل له. فقال سبحانه من قبل أن ياتي يوم، وساقهما ساق النكرة، يوم، ما قال شيء من قبل أن ياتي اليوم الآخر، قال يوم، والتنكير للتعظيم، النكرة للدلالة على عظمة هذا اليوم وخطورته، كما قال الله عز وجل على لسان سحرة فرعون أهن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، أهن لنا لأجرا، نكرة أي لأجرا عظيما كبيرا للدلالة على عظم هذا الأجر. فكذلك قال سبحانه وتعالى من قبل أن ياتي يوم، يوم لا مثيل له ولا كأيام الدنيا كلها. نحن نعيش الأيام، نعيش الأيام، ما يسر الله لنا ونؤرخ للأيام، فنحن نعرف أيامنا وأيام من سبقنا من الناس مسلمين وكافرين، نعرف هذه الأيام، نعرفها بسجل التاريخ، ما حدث فيها من خير ومن شر، وما حدث فيها من بلاء، وما حدث فيها من خراب ودمار وحروب، من أيام الله عز وجل مما عاقب به السابقين، نعوذ بالله من عقابه وعذابه. ولكن هذا اليوم الآخر الذي نكر هنا هو ليس حتى كأيام الله التي مرت على الكفار من عاد وثمود وعلى فرعون وزبانيته، مختلف تماما. فقد حدثنا عز وجل عن عاد وعن ثمود وعن قوم لوط وعن فرعون وعن كل الأمم الطاغية
التي أبادها الله عز وجل إما بالصيحة أو بالغارق أو بالزلزال أو بالخسف أو بالصيحة إلى غير ذلك مما ذكره الله عز وجل مفصلا في القصص القرآني. يوم الآخرة يوم آخر، ولا كأيام الدنيا ولا كأيام الله مما سلف، فهو يوم لا يشبهه يوم، فلم يعرف لأن الإنسان لا يستطيع أن يحيل فيه على شيء، لأن لما يجي شيء تعبير في العربية معرف بأل معناه أنه كيعرفه لك بمعنى أن عندك إمكان تعرفه، فكيف تعرفه؟ تعرفه بقياس على سابق في الذهن. لما يقول لك مثلا الإنسان، إن الإنسان لفي خسر، أو في العربية العامة الأسد، فهذه أل لها دلالات كثيرة كلها تفيد التعريف، ولكن تختلف من العهد إلى الذكر إلى الذهن إلى غير ذلك مما ذكره أهل النحو وأهل البلاغة في هذا الشأن، وكلها كتعني في نهاية المطاف أن لك معرفة سابقة بهذا الذي يذكر الأسد أو الإنسان، رك تعرفه، فهو معرفة فعرفه لك لتفهم بأن هذا الذي ذكر هو ما تعرفه أنت، ما تعرفه عنه أنت، ولكن يوم لم يعرف في هذا السياق، عرف في مساقات أخرى لمقاصد أخرى، ولكن هنا ما عرف، ما جاش اليوم الآخر، جاء يوم باش يقول لك بأنك لا تعرفه ولا تعرف ما فيه. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، قال يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال عز وجل إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها، يعني هذا الذي يحكيه لك مما يقع للمرأة المرضع فتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى إلى آخر ما قال ووصف، هذا الذي ذكره لك هو تقريب لما تفهم الآن، وإلا فحقيقة العبارات لن تدركها. ولذلك قال يوم ترونها، ما غادي تعرف هذا الشيء حتى تشوفه، هو يحكي لك ويقص عليك سبحانه القصص الآن، ولكن دلالة العبارة ما غاديش تعرفها، تعرف منها ما تقيسه بعقلك على سابق معرفتك في الدنيا، ولكن ذلك اليوم مختلف. يوم ترونه ما غادي تعرف الحقيقة ديالو حتى تشوفه، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فمنها هنا قال عز وجل من قبل أن ياتي يوم، يوم لا مثيل له، نكرة لا يمكن تعريفه التعريف الحقيقي، لأن التعريف يرجع إلى معاد في الذهن أو في الذكر أو في العهد، ولا معاد لهذا اليوم، ما عمره ما داز بحاله، معاد بالمعنى النحوي، ما عمره ما داز بحاله باش يعطيك فيه أل، ولا يمكن أن يؤتى بأل هذه إلا في الأشياء التي عرفت أو عرفتها نوعا من المعرفة. فجاء إذن هذا التعبير العجيب للترهيب لا للترغيب، للترهيب أصالة نعم، وللترغيب ولكن تبعا، في الآية آية إنذار ونذير ونظارة، أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، لا تستطيع أن تكسب فيه مالا جديدا، لا بيع فيه، لا صفقات تجارية تستطيع أن تكسب ثم تنفق بها ومنها، لا بيع فيه ولا خلة، الخلة الصحبة، بل الصحبة الرفيعة الشديدة، أنه كاين في الدنيا يكون وهو نادر، ولكن كاين صاحبك اللي يموت عليك، هذا هو اللي تسمى الخليل. الخلة أعظم درجة من الصحبة، خليلك أعظم من صاحبك وأقرب إليه، صاحبك راه صاحبك صحبة جيدة، ولكن الخلة أكبر منها بكثير. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح قال لو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا، يعني أبا بكر الصديق رضي الله عنه، ولكن صاحبكم يعني نفسه عليه الصلاة والسلام اتخذ الرحمن خليلا كما اتخذ الله إبراهيم عليه السلام خليلا. فالخلة ما معنى الخلة؟ يعني الخلة بالعربية هي المشبكة، تقول مرة خلال الناس يعني شبك فسطهم وغادي خلال مشابكة. فخليلك الذي يدخل بيتك وتدخل بيته،
تعطيه مالك ويعطيك ماله، تبيع نيابة عنه ويبيع نيابة عنك، يعني سوى حضرت ولا غبت إلا كان هو راك كاين، وكذلك هو سوى حضر ولا غب إلا كنت أنت راه هو كاين. هذه خلة، بقات شي صحبة، هذه فات الصحبة بدرجة عالية. فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اتخذ جيله من المسلمين صحابة، صحابه رافقوه في جيله وزمانه مؤمنين به، فهم أصحابه. ولكن ديك الدرجة دي المحبة للدرجة الخلة والاتصال المباشر والدائم المستمر فلم يكن إلا بينه وبين ربه، ولذلك كانت له أحكام خاصة به عليه الصلاة والسلام، ما أوجبها على المسلمين بل في بعض الأحيان حرمها على المسلمين، لأنه كان يناجي ربه، فما كان يأكل الثوم ولا البصل نيئين ولا الكراث نيئا أيضا. لما؟ لأنه كان دائما المناجاة مع الرحمن سبحانه وتعالى، وكانت الملائكة تتنزل عليه صباح مساء وبالليل وبالنهار، وكان دائما الاتصال بربه عز وجل داعيا ومناديا وباكيا وساجدا وراكعا ومجاهدا ومصليا وهكذا، فما كانت له وقت خارج العلاقة بينه وبين ربه، كل حياته كانت قرآنا، وإنما القرآن كلام الله كما في حديث عائشة في الحديث الذي رواه مسلم حينما سئلت عن خلقه فقالت عليه الصلاة والسلام، فقالت يعني على نبينا الصلاة والسلام، فقالت كان خلقه القرآن. ما معنى الخلق؟ خلق هو الحركة والتصرف الذي يطبع حياتك اليومية نائما ومستيقظا، ماشي الخلق فقط بذاك المعنى الضيق اللي شايع اليوم، صحيح ذلك خلق، ولكن التصرف البشري كله خلق، كيفاش تبيع، كيفاش تشري، كيفاش تدخل، كيفاش تنعس، كيفاش تفيق، كيف تتصرف في حياتك وفي منامك وفي يقظتك وفي كل أحوالك، خلق. فكل ذلك كان عند رسول الله عليه الصلاة والسلام القرآن، وإنما القرآن كلام الله. فمعنى ذلك أن أخلاقه عليه الصلاة والسلام كانت منطبعة بأمر الله ونهيه، بل منطبعة بكلام الله عز وجل، كان مستجيبا لكلام الله، فكأن يديه وفمه ورأسه ورجليه وكل جوارحه وكل نفسه، كأن كل ذلك ناطق بالقرآن، لا يتلوه بفمه وحسب، ولكن يتلوه بيديه وبرجليه وبكل شيء مما يتصرف به ومن خلاله عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر هو الذي اعتبر خلة، فكان به خليل الرحمن. الخلة هذه التي هي مستعدة في الدنيا بأن تموت من أجل أن تحيا أنت، يعني خليلك إذا كان لك خليل حقا مستعد لأن يموت من أجل أن تعيش أنت، يوم القيامة لا ينفعك. عجيب كيف تتحول العواطف، والله إنه لأمر غريب جدا فعلا، كيف تتحول العواطف يوم القيامة، من قبل أن ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة، لا نافية لجنس المعنى، ولا خلة، لا قليل ولا كثير ولا شفاعة، ما كاين واسطة إلا بإذن الله طبعا، وكل ما تعلق بإذن الله فهو راجع إلى الله عز وجل، ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. قلت عجيب فعلا أن تموت العواطف أنا إذن، وتموت الأنساب فلا أنساب بينهم يومئذ، لا أنساب، لا تستطيع أن تجد أخا ولا أبا ولا أما، كيف تستطيع أن تجد ذلك والمرضع قد أضاعت ما ترضع وذهلت عنه ذهولا شديدا، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، ذهول، ذهول نوع من الإنبهات والشرود وغياب العقل عن شيء ما، فكيف يغيب عقل المرأة عن رضيعها؟ وقد شاهدت مشهدا عجيبا في سابق حادثة من حوادث الأعاصير، في أعصار من الأعاصير التي تضرب بعض البلاد وهو يقع كثيرا، أن امرأة دخلت الإعصار، دخلت إلى الإعصار تبحث عن ولديها، الناس يهربون من الإعصار، يدمر كل شيء، كالريح التي تحدث عنها الله عز وجل في القرآن تدمر كل شيء، الإنسان والبنيان والحيوان والنبات والأشجار، ومع ذلك دخلت هذا الإعصار الذي يدمر كل شيء ولم تذهل عما أرضعت، هذاك الشيء كل من سهاش ما أرضعت تبحث عن طفليها داخل الإعصار، لها استعداد كبير في أن تموت،
وقرأت خبرا في سابق من الأيام أن طائرة تحطمت بمن فيها، فمات كل من فيها إلا طفلة صغيرة وليدة رضيعة كانت بين يدي أمها، فحينما شعرت الأم بالخطر احتضنت الطفلة والتوت وانطوت عليها انطواء كليا، فتحطم كل شيء، وحمى الله تلك الطفلة بذلك الانطواء الكامل للأم. يوم القيامة تنسى هذه الأم عاطفتها، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد، نعوذ بالله من عذاب الله. فعلا هذه الأوصاف لا تستطيع أن تجد حقائقها بخيالك، وإنما تقترب اقترابا قليلا من بعض المعنى. ولذلك قال: من قبل أن ياتي يوم، يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. لما قالوا الكافرون هم الظالمون؟ لأن الذي كفر بهذه الحقيقة يستحق هذا العذاب الكبير العظيم، نعوذ بالله منه. لأن الإنسان آنئذ سيجد أن هذا العذاب لا يطاق، غريب، عذاب شديد عظيم. فالله عز وجل قال لك: هؤلاء الذين يعذبون هم الكافرون، وقد سبق ظلمهم، والكافرون هم الظالمون. حينما كانوا في ساعة من أموالهم، وكانوا في ساعة من أعمارهم، وكانوا في ساعة من عافيتهم وصحتهم، وكانوا في ساعة من سلطانهم وتمكنهم، طغوا وظلموا وفجروا وأفسدوا وضلوا وأضلوا. كلا إن الإنسان ليطغى أرغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. والتردي الانهيار والانجراف في هاوية جهنم والعياذ بالله. فإذا ارتبط الإنفاق كما ارتبط البخل بالإيمان بالحسنى أو بعدم الإيمان بهذه الحسنى. من قبل أن ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. هذا الإيمان الذي يرفعك إلى درجة المنفقين، فتستهين بكل المال وتوقن بأن ما عند الله عز وجل خير، وبأن كنوزه سبحانه وتعالى دفاقة سيالة في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. أعطي الآن يعطيك الله عز وجل الآن ويوم القيامة. لو كنت توقن حقيقة الإيقان واليقين بأن الله عز وجل يخلف لك لوجدت ذلك عيانا وشاهدته. وقد أقسم النبي عليه الصلاة والسلام، أقسم أنه لا ينقص مال من صدقة. الصدقة لا تنقص المال إطلاقا، يعني سواء يعني نظرت إلى النقص والانتقاص بالمعنى العددي حساب أو بالمعنى الإيماني، فالصدقة لا تنقص المال بل تزيده، تزيده عدا في الدنيا وبركة وأجرا في الآخرة. فأنت تنفق من هذا الباب والله يخلف عليك من هذه الأبواب التي ما كنت تحتسب أنها تنفتح لك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه الآية قاعدة حتمية، قاعدة حتمية. ما معنى حتمية؟ يعني أنها تستجيب لفاعلها ولشرطها 100%. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، شرط وجواب الشرط. من؟ وجواب الشرط يفيد اللزوم والحتم، وفيه وعد من الله عز وجل الصادق الوعد. إن الله لا يخلف الميعاد، لا يخلف الميعاد. أعطي يعطيك سبحانه وتعالى، يعطيك الآن ويعطيك في الآخرة، وللآخرة خير لك من الأولى. يعني ما ينبغي فعلا أن يتعلق قلب الإنسان وهو يعطي بما سيكسبه الآن، هذا جائز، ولكن ينبغي أن يكون تعلقك بما تكسبه الآن تبعا لتعلقك بما تكسبه غدا. أنت ينبغي أن تعتقد أولا أن العطاء الأكمل والأرجى والأدوم إنما هو عطاء الآخرة، هذا الذي يجب أن يتعلق به قلب العبد. فإذا تعلق قلبك بهذا فلا مانع ولا حرج في أن يتعلق قلبك بعطاء الدنيا أيضا، إن كنت تطلبه من الله بالإنفاق
كان الصحابة يسألون الله عز وجل ساعة الرزق، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ذلك في أدعية كثيرة، وكان يستعيذ بالله من الفقر ومن الكفر، وأعوذ بك من الفقر ومن الكفر. وكان الصحابة يسألون الله كل شيء حتى ملح العجين كما ثبت في الحديث الصحيح. فلا عيب في أن يطلب المؤمن الدنيا، ونعم المال الصالح للعبد الصالح، ولكن لا ينبغي أن تطلب الدنيا قبل الآخرة. أطلب الآخرة أولا، أطلب خلاق الآخرة أي نصيب الآخرة. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أي ليس له نصيب، الخلاق هو النصيب والحظ، ما عنده والو في الآخرة، ويطلب للدنيا ويطلب مال الدنيا. ومنهم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. شيء عجيب أن ينتبه المؤمن وأن يشعر دائما بأن كمال الفوز وتمام الفوز وأعظم الفوز في أن ينجو من عذاب جهنم. فإذا نجا فبعد ذلك يطمع في أن تكون له منازل، منازل في الجنة، لأنك إذا نجوت من عذاب الله ومن جهنم فمعناه أنك تدخل الجنة إن شاء الله، لأنه لا منزلة بين المنزلتين في عقيدة أهل السنة والجماعة، فإما نار وإما جنة، نعوذ بالله من النار. فإذا نجوت من النار فاطمع أن تكون لك في الجنة منازل، ولا تكون المنازل إلا برحمة الله أولا، ثم بما تنفق في الدنيا من أعمال الخير والصلاح والفلاح، أن تكون لك سجية الإنفاق، خلة الإنفاق، صفة. هذه الصفة قد نجدها في الإنسان الفقير، يده مبسوطة ينفق، ينفق هذا القليل الذي أعطاه الله عز وجل، كريم، يرحب بأسرته بالفقراء بالمساكين، يرحب بأعمال الخير، يريد أن يشارك فيها بماله القليل، فإذا لم يجد فبساعده، فبأي شيء يجده بكلمة طيبة يشارك في أعمال الخير ويشارك في أعمال البر، ويدعم مشاريع، مشاريع الصلاح والتقوى والفلاح والإصلاح بين الناس وفي البلاد وبين العباد. هذا إنسان له سجية، يعني طبيعة. شنو الطبيعة؟ الإنفاق، وذلك منزلة الإنفاق، وهي منزلة إيمانية كما أسلفت. فأحيانا قد يكون الغني غنيا ولكنه لا يكون من المنفقين، وإن أعطى أكثر بكثير مما يعطي الفقير. أحيانا قد تحصل أن يقع أن غني من الأغنياء أعطى مالا كثيرا، ولكن هذا المال الكثير لا يكون قد انبنى على صدق كثير، فلا يكون من المنفقين رغم أنه أعطى، لأنه إنما أعطى ليقال قد قيل، وذلك جزاؤه. حينما يقال إن فلان قد أعطى وكذا وكذا وكذا، هذا نال جزاؤه في الدنيا. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سمع سمع الله به يوم القيامة. من سمع، سمع أي أنه فعل الفعل من أجل أن يسمع، حل دير بوق، أعطيت وأعطيت، هو عنده الوسائل كيف يصنع ذلك، إما أن يعطي في مشهد عظيم لتتناقل الناس أخبار عطائه، وإما لا يعدم وسيلة على كل حال من أجل إشهار عطائه والمن بما تصدق به وبما أنفق. فإذا كان يقصد، إن المسائل مقاصد، المقاصد أرواح الأعمال كما قال العلماء، فإذا كان يقصد التسميع أو التسميع فقط، فمعنى ذلك أنه قد حبط عمله، حبط عمله. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا ذا، كالذي ينفق ماله رئاء الناس، رئاء الناس، ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. هذه مصيبة. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن. المن، المن أن تعطي وترجو أن يكون لفعلك هذا امتنان، أن يزيدك قيمة وعظمة في المجتمع. ولا ذا، الأذى قد يقع بالمعنى المادي وقد يقع بالمعنى النفسي، وهذا قد يغيب على كثير من الناس، فيكون هذا الأذى مبطلا للعمل. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمن الأذى مثلا، حتى ننتبه إليه، أنك تستخدم من أعطيته وتشغله بشكل غير مباشر، لأنه أنت أعطيت الزكاة ديالك مثلا، أو صدقة من صدقات التطوع، كتشغلو والله يرضي عليك دير لي هادي وجيب لي هادي وحط هادي، هو كيخدم نشطان فعلا لأنه غادي ياخذ، ولكن ذلك يبطل العمل، يبطل العمل إذا لم يكن بينكما سابق علاقة ومودة، بمعنى
أنه إذا ما كانش بيناتكم هذا التعامل من قبل، يعني هو كيخدمك وانت كتخدمه، إذا كان فلا حرج، لأن الطبيعة ديالكم والعلاقة ديالكم هي أنه كيعاونك وكتعاونه. فإذا أعطيته فلا يكون هذا العطاء بمثابة أجر لما صنع ولما عمل، ولكن إذا كانت خدمته لك مرتبطة بعطائه، بعطائك له وعطائك إياه، إذا كانت هذه مرتبطة بتلك، فسيكون ذلك العطاء إنما هو أجر لما قام به من خدمة وعمل، لأنها منا. وإذا ذكرت ذلك بين الناس وفضحته، وكثير من الناس لا يحب أن يعرف أنه قد أعطي، وفضحته فقد مننت عليه وقد آذيته بالمن ولذا، هذا إذا، وهو مبطل للعمل ومحبط له. فالإنفاق إذن صفة إيمانية تعبدية، هذه نتيجة الأمر تعبدية. وما العبادة؟ إخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أن توحده سبحانه وتعالى بعبادتك، أنك لا ترجو بعطائك وبفعلك أحدا سواه، إنما ترجوه هو وحده، ترجو وجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا. الآيات ولقاهم نظرة وسرورا في الدنيا وفي الآخرة. والمؤمن الذي يخلص العمل لله عز وجل ينير رب العزة وجهه نظرة وسرورا، ينير وجهه وينضره من النضارة، وهي الطراوة، طراوة الإيمان وليس طراوة الشباب. فقد تجد الشيخ الهرم أو الكهلة المكتهل ووجهه ينبض بالإيمان، هذه النضارة العجيبة التي هي آثار رضا الرحمن عليك يا عبد الله. إنما يقع ذلك بإخلاصك، بإخلاصك في عطائك لله. إنا نخاف من ربنا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور، لا لا لا، نفي الشريك في العطاء وهو الإخلاص. لا تريد أن تسمع ولا أن يسمع صدى أعمالك الاجتماعية والدعوية والخيرية، لا تريد هذا. وإن وقع بغير إرادتك فإنما أراد الله لك به خير، أما أن تسعى إليه وتقصده فذلك هو التسميع. من سمع سمع الله به يوم القيامة، أي أنه يأخذه على رؤوس الأشهاد ويفضحه، نعوذ بالله من فضيحة يوم القيامة، يفضحه على ملأ الناس، كل الناس في حشرهم، فلان الذي فعل وفعل ما فعل في الدنيا إنما فعل ليقال كذا وكذا وكذا، ويفضحه يسمع به. من سمع سمع الله به يوم القيامة. فصفة الإنفاق هذه التي هي منزلة إيمانية يشترط فيها لتكون من المنازل الإيمانية ولتحقق بها هذه المرتبة أن تكون استجابة لليوم الآخر، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ويشترط فيها أن تكون بها، أي بتلك الصدقة وبتلك الزكاة وبذلك العمل وبذلك الإنفاق، أن تكون بذلك كله معظما الله عز وجل، تعظيم الله. ولذلك قلت جاءت آية الكرسي بعد، وإنما آية الكرسي آية التعظيم وآية التجريد والتفريد، تجريد الرحمن من كل صفات النقص وتفريده بكل معاني التوحيد سبحانه وتعالى. فجاء قوله عز وجل بعد هذه الآية مباشرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آية العرش أو آية الكرسي هي أعظم آية في سورة البقرة وأعظم آية في كتاب الله، تعلقت بأسماء الله وبذات الله. ولو تدبرها المسلمون، لو تدبروها فعلا حق التدبر، لعرفوا الله عز وجل. وما كان لعارف بالله الذي عرف الله حقا وصدقا أن يتخلف عن أمره. وأمره سبحانه وتعالى في هذا السياق: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. الذي تدبر هذه الآية عرف الله عز وجل،
وقد ورد الأمر بالإكثار من قراءتها، وأنها تنفع المؤمن وتحجبه من الشياطين كما في حديث أبي هريرة الصحيح. فما كان ذلك كذلك إلا لأن المؤمن حينما يكررها ويقرأها مرات ومرات بمناسبة وبغير مناسبة فإنها تزيده إيمانا وتزيده معرفة بالله عز وجل. هذا النفي وهذا الإثبات، الله لا إله إلا هو، جاء في هذه الآية مفصلا، وهذا هو الشيء العجيب. لا إله إلا هو، كلمة التوحيد كثيرة في القرآن والسنة في غير ما آية وفي غير ما صورة، ولكن هنا جاءت مفسرة ومفصلة بصفات الله عز وجل العليا. فقال سبحانه: لا تأخذه سنة ولا نوم. وقد بينت قبل في هذا المقام أن السنة الغفلة من النوم، والنوم الاستغراق في السبات. وفي ذلك إشارة إلى أنه قيوم، حق قيوم، قيوم يعني يدير الكون ويسيره. الناس يسيرون إدارات، ولله المثل الأعلى ولا مشاحة في الأمثال، ويحتاجون في عملهم وهم يسيرون إداراتهم وشركاتهم ومتاجرهم وأسرهم، كلكم راع، يحتاجون إلى أوقات الراحة للقدرة على المواصلة، وإلا اضطرب النظام البشري. والله عز وجل وهو فوق الزمان وفوق المكان، لا يحكمه زمان ولا يقيده مكان سبحانه وتعالى، هو خالق الزمان والمكان، يسير الكون كله، جزئياته وكلياته، يسيره في كل شأنه. عجيب، يدير السماوات والأراضين، ويحرك الأجرام، ويأذن للخلق في أن يكون، ويأذن للموت في أن يكون، ويأذن للحياة في أن تنطلق، ويجيب الدعوات في الأرض وفي السماء. تسأل نملة ربها في جحرها أو في غارها، أو وهي تحاول نقل حبة قمح فتسقط منها وتعيد الكرة وتسقط منها، فتستعين بالله داعية، وتستعين سمكة في البحر، وحيوان شريد طريد في الغاب، وإنسان ملهوف، وكل الخلائق يسألون ربهم، ويجيب كلا منهم على ما سأل في الوقت نفسه الذي سمع فيه سبحانه وتعالى كل دعاء، أجاب كل من دعاه سبحانه وتعالى، لا يشغله شيء عن شيء. عجيب أمر الله عز وجل، عجيب، محير. ومن معاني الإله في العربية الذي تتحير العقول في تبين كنهه، ولذلك سبحانه وتعالى لا يدرك الناس أن يعرفوه بذاته، وإنما يعرفوه أو يعرفونه بصفاته وأفعاله. ولذلك ورد النهي في التفكر في ذاته، وإنما يتفكر في خلقه، وخلقه بعض فعله سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى، لنتبين عظم الربوبية. أنت حينما تشتغل بشيء فإنه يغرقك، يغرقك عن كل شيء. لازم شي غير المول الحانوت وكتلقى عنده 4-5 الناس كتطلب حاجة، إذا كان يستمع لشخص رغم أنك رفعت صوتك فإنه لا يسمعك، لأنه مشغول بواحد بعده، فتضطر للانتظار حتى يفرغ ممن سبقك أو ممن تكلم قبلك أو ممن انتبه إليه دونك. والله عز وجل وله المثل الأعلى، تتعالى الأصوات في وقت واحد من جميع الخلائق فوق الأرض وتحت الأرض وفي البحر وفي السماء وفي الفضاء، في وقت واحد تتعالى الأصوات منادية مستغيثة، ويسمعها جميعا ويجيبها جميعا في وقت واحد، ولا يشغله شيء عن شيء. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا من مقتضيات اسمه الحي القيوم، ولذلك كان هو الاسم الأعظم. فقال: لا تأخذه سنة ولا نوم. سبحانه وتعالى، أنت طلب منك أن تنفق، فقال لك: له ما في السماوات وما في الأرض، أنفق، فإن الله رب ما في السماوات وما في الأرض، رب كنوز السماء ورب كنوز الأرض، سيخلف عليك وسيخلف لك. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. قال: الله لا إله إلا هو، هذا الرب بهذه العظمة وبهذا الكبرياء هو الذي يطلب منك أن تنفق، وبهذه الصفات
الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، فلا تخشى من ذي الحق إقلالا، لا تخشى منه، لا تخشى أن تنفد خزائنه ويعطي غيرك ولا يبقى لك شيء إطلاقا. والله عز وجل قدير بأن يغرقك ويغرق العالمين بنعم لا تحصى ولا تعد. لذلك قلت في بداية الكلام بأن مسألة الإنفاق مسألة إيمان ومسألة معرفة بالله، على قدر عرفانك بالله وبعظمته وبجلاله وبجماله وبإحسانه وإكرامه، على قدر انبساط يدك، وإنما انبساط يدك دال على حال إيمانك. مسألة إيمان ومنزلة ومقام، فمن ارتقاها كان في أعلى عليين سائرا مع السابقين، وليس عبثا أن قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في صور وآيات الجهاد في القرآن العظيم. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، بأموالكم، لأن المال ترجمان عن هذه المنزلة، وفي منزلة الإنفاق تربية للمرض البشري، هو مرض بشري، وهو حب الدنيا وكراهية المال، حب المال، كما في الحديث الصحيح: لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى إليه ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى إليهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. يعني ما حد يجمع وهو يجشع، يعني ماشي كيشبع، يجشع، كيزيد فيه الهلع ويزيد فيه الجوع، بحال العطش ديال المحموم، نعوذ بالله. إنسان كتكون فيه السخانة الحمى، كتجي العطش، شرب الماء وعاود يجي العطش، ويشرب الماء ويجي العطش، كعطش المحموم. فوقاش غادي يشبع هذا الإنسان؟ كرشو ما تعمر يشبع مرة واحدة لما تعمر بالتراب، وهو حينما يكون في قبره ويتناثر بطنه ويدخل التراب بين عظامه ويأكل كل شيء، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. قال: ويتوب الله على من تاب. حينما تتوب يتوب الله عليك، ويتوب الله على من تاب، أي حينما توقن بالله ربا وتعظيما وتستجيب لهلع ليوم الآخر، يوم بما وصفت بنكرته من قبل أياتي يوم، إذا تبت إلى الله متابا بهذا السبيل يتوب الله عليك بأن يزودك أضعاف أضعاف ما بدأته من الإيمان. أنت بدأت، الله يكمل لك منازل الصديقين وتكون من السابقين. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل بقاع العالمين، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم ثبتهم، اللهم انصرهم، اللهم استر عوراتهم، اللهم أمن روعاتهم، اللهم زلزل دولة يهود، اللهم مزق ملكها، اللهم شتت شملها، اللهم دمرها وأحلافها برحمتك يا أرحم الراحمين وبعزتك وجلالك. اللهم تجاوز عن ضعفنا، اللهم تجاوز عن ضعفنا، اللهم تجاوز عن ضعفنا، اللهم ارزقنا عزائم التوبة وعزائم المغفرة وعزائم الطاعة، اللهم ارزقنا حب الأوقات وحب المساجد والجماعات برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المشائين إلى المساجد في الظلمات، وأنر قلوبنا بنورك الذي لا يخبو. اللهم ربنا أعطنا نورا، اللهم اجعل في قلوبنا نورا، اللهم اجعل في أبصارنا نورا، اللهم اجعل في ألسنتنا نورا، واجعل في أسماعنا نورا، واجعل من فوقنا نورا، واجعل من تحتنا نورا، واجعل عن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، واجعل من أمامنا نورا، واجعل من خلفنا نورا. اللهم أعطنا نورا، أنت نور السماوات والأرض، فأنر قلوبنا بنورك الذي لا يخبو إلى يوم القيامة. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.